اهلا الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذه رمضان مبارك سعيد يدخل علينا وعليكم بالصحه والعافيه. اليوم الغزاله ديالي جبت لكم كريم سحري رائع لتفتيح وتبييض وتوحيد اللون ديال البشره. الا كانت البشره ديالكم مسمره او اللون ديالها ما موحدش وما فيهاش واحد النضاره وواحد الاشراق، هذا الكريم رائع بزاف بزاف. وبالنسبه الى عندكم حتى السواد في المناطق الحساسه او تحت الابط او الركب او اليدين ديالكم، غتستعملوا هذا الكريم وغترجعوا ترحموا ليه الوالدين. غنهنيكم من فوندو تان في رمضان، ما كاينش فوندو تان في رمضان، ما غتبقاش عندكم عيوب في البشره نهائيا الا داومتي على هذا الكريم. هذا فعلا اقل ما يقال عنه انه فعلا كريم سحري رائع بزاف بزاف. خليكم على المكونات ومرحبا بكم عندي، وما تنساونيش الغزالات ديالي من الدعم ولا جا من الوصفه باش هكا الكل يستفد. ومرحبا والف مرحبا. الوصفه ديالك اليوم رائعه جدا لتفتيح البشره، مكونات سهله وبسيطه. هاد الوصفه غادي تفتح وتبيض لك البشره ديالتك وتوحد لك اللون ديالها وتعالج لك جميع مشاكل البشره. المهم الغزالات ديالي، اول مكون عندنا وهو كريم فيراند لافلي، متواجد في شبه الصيدليات او في الصيدليه او عند اللي كيبيعوا مواد جميل. المهم هاد الكريم هذا راه كيحتوي على ماده فعاله من فيتامين سي اللي كتحيد خلايا الجلد الميته من البشره، كيمنع افراز الدهون الزائده على البشره، كيفتح البشره، كيعالج اثار الشمس، كيفتح البقع السوداء، كيخلصك من الجلد الميت. فيه ماده فعاله من فيتامين بي 3 والدور الرئيسي هو تفتيح البشره. فيه ماده الجليسيرين اللي كتعالج الجفاف ديال البشره وكيساعدك على القضاء على التجاعيد، كيعالج عيوب البشره، كيخلصك من الهالات السوداء، كيعطي البشره نضاره ونعومه. فعلا البنات هذا كريم سحري بزاف. غناخذوا منه ملعقه. نتوما الا بغيتوا ديروه في المناطق الحساسه او للابط او للركب او بين الفخذين، دوبلوا الكميه ديال الكريم. المهم انا بالنسبه لي انا غنديروا غير وجهي في شهر رمضان، كيعطي واحد النضاره للبشره. غنديروا المكون الثاني وهو مايزينا او نشا الذره. نشا الذره كيمتص الزيوت الزائده من البشره، كيمنع ظهور حب الشباب، كينظف البشره من الاوساخ والشوائب اللي كتخلي البشره نقيه ومشرقه. نشا البنات مبيض ومفتح رائع للبشره، غني بالبوتاسيوم اللي كيحافظ على الرطوبه ديال الجلد وكيمنع الجفاف ديالها. غنديروا منه معلقه نفس المقدار. باش درتي فريوند لافلي ديري النشا وديري المكونات الاخرى اللي غنقول لك. هذا الكريم معجزه في تفتيح وتبييض البشره، غيوحد لك اللون، غيعطيك واحد النضاره وواحد الاشراق رائع جدا، غادي يحيد لكم السواد المناطق الحساسه والمناطق الداكنه في الجسم، غادي تحصلوا على تبييض فوري حتى لو كان سواد 20 سنه. صراحه كريم واعر بزاف البنات. المهم المكون الثالث اللي غنضيفه وهو كريم نيفيا سوفت، كتعجبني انا نيفيا سوفت، كيعالج جفاف البشره، كيحميها من الشيخوخ المبكره، كيناسب جميع انواع البشره، غني بفيتامين ها وزيت الجوبجوبه اللي كيخترق البشره وكيرطبها من العمق وكيعطيها واحد الملمس. وكيمتاز هذا الكريم انه سريع الامتصاص وخالي من الصبغات والمواد الضاره. كيعجبني كريم نيفيا سوفت لانه فيه زيت الجوبجوبه، وزيت الجوبجوبه رائع البنات للتجاعيد، رائع بزاف للبشره. المهم غنديروا معاه منه ملعقه حتى هو نفس المقدار. الصراحه البنات والله العظيم كريم واعر، غيغنيكم على لي فوندو تان. الا كانت عندكم تجاعيد ولا البشره عندكم مسمره اولا باهته، ديروا هذا الكريم ورجعوا عليا الخبر. وبالنسبه للمكون الرابع اللي غنضيفوه هي بودره الحليب، اي بودره الحليب عندكم، ولا عندكم حتى البودره ديال الحليب ديال الدراري الصغار حتى هي ديريها، راه تجدد الخلايا البشره، كيساعد محتوى الحليب على حمض الليلاكتيك على تقشير البشره الجافه، كيخلصك من الشوائب والخلايا الجلد الميته، تنظف البشره وتطهرها وتعزز الشباب البشره. وكيساعد الحليب على منع ظهور علامات الشيخوخه المبكره اللي كتسبب جفاف البشره، وهو مبيض رائع. وبالنسبه للبشره الجافه راه هي اللي كيجيها التجاعيد دغيا. المهم الغزالات ديالي غنخلطوا المكونات حتى كينسجموا معنا كاملين. فعلا البنات كنتمنى انكم تجربوا هذا الكريم، الصراحه راه واعر. هذا خبيته لكم قلت حتى يجي رمضان، لانه هذه الوصفه كترطب البشره من العمق وكتعطي واحد النعومه من اول استخدام، غادي تولي بشرتكم بحال ديال الاطفال.
صافي غنخلطوا المكونات مزيان وغنضيف له واحد المكون بالنسبه للبشره الحساسه ما ديروش نهائيا نهائيا ما ديروش. غنعطيك البديل ديالو وهو الحامض او القارص. البنات ما تخافوش من الحامض حيت كيعالج حب الشباب، تيجدد خلايا البشره، كيعطي للبشره واحد اللمعه وواحد الحيويه وواحد التفتيح، وكيبيض البشره خاصه النساء اللي كيعانيوا من البشره الداكنه واللون الغير موحد. كيحفز انتاج الكولاجين، الدور ديالو مبيض ومفتح البشره، وفيه واحد الماده قابضه للمسام الواسعه وكينظف المسام من العمق وكيعقمها. وبالنسبه اللي بشرتهم حساسه كتعوضي الحامض بماء الورد، ملعقه ماء الورد. بالنسبه اللي بشرتهم حساسه هاد الكريمه البنات فعلا واعره البنات، غيغنيكم على فوندوتان، غيعطيكم واحد البياض رائع. الا عندكم حتى الاماكن الداكنه مغلقه او لا تحت الابط او الرقبه الركب بالفخذين العانه، ديريه وتبع الوصفه والخطوات باش تنجح معك الوصفه، وديريه ورجعي رحمي ليا الوالدين. البنات قسما بالله العلي العظيم، وفي شهر الغفران هاد الوصفه من اقوى وصفات التبييض، وصفه رائعه تفتح لكم اللون ديال البشره، ما خاسرين والو، جربوها من اول استخدام غتلاحظوا واحد البياض رائع. المهم انا غنطبق الكريم على ايديا باش تشوفوا الفرق ملي طبقته على ايد وايد لا، غتشوفوا واحد البياض في هاد الايد. وفعلا البنات انا كنديروا حتى الايديه الرجليه بالفخذين، غير انا درت معكم هاد المقدار هذا لاني غنديروا في رمضان الوجه ديالي باش هكا نستغنى على فوندوتان بنهار، تبان واحد الاشراقه عندي في البشره وتبان البشره عندي زوينه. واخا غتقولوا لي في التعليق بشرتك زوينه ناديه، وانما خاصني نتهلا فيها باش هكا ما يجونيش تجاعيد مبكره وما يكونش عندي واحد التصبغات وما تكونش تكون عندي البشره موحده. هادشي علاش اي حاجه كنديرها كنشاركها معاكم وربي شاهد عليا. المهم شوفوا التبييض، ها نتوما البنات غترحموا لي الوالدين على هاد الوصفه، قسما بالله غترحموا لي الوالدين. بارطاجيوها البنات باش هكا الكل يستافد والكل يدير. هذا غنسميه انا كريم المعجزه، فعلا كريم معجزه بمعنى الكلمه، رائع بزاف، غيفتح لكم الاماكن الداكنه، التصبغات، اثار حب الشباب. الا عندكم القميش في الوجه ديالكم ما غيخليش نهائيا الاثار ديالو، غيعالج لكم جميع مشاكل البشره. هذا الكريم رائع رائع بزاف، كريم سحري البشره ديالكم، التصبغات الا كانت مسمره باهته ما فيهاش واحد النضاره هاد الوصفه غتعجبكم وصافي. المهم غتعطيكم المفعول من اول استخدام، جربوا ما خاسرين والو، وعواشركم مباركه ورمضان مبارك سعيد. وهذا الكريم غتحتفظوا به في الباب ديال الثلاجه لمده اسبوع. المهم غسلات بالنسبه للكريم غديريه يوميا على بشره تكون نظيفه، غتغسلي البشره ديالتك بالصابون وتمسحيها وديري الكريم صافي وتنعسي. حتى الصباح ملي كتنوضي مع الصباح كتغسلي وجهك بالصابون مزيان، ضروري البنات من واقيت الشمس، ديري حتى ليديك لواقيت الشمس، ديري حتى لرجليك، الوجه ديالك ضروري البنات من واقيت الشمس، حتى للرقبة ديالك ضروري. المهم غتحصل على واحد البياض رائع من اول استخدام. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الصحاب والخوت والحباب باش تعم الفائده. واي تساؤل او اي استفسار مرحبا بكم عندي في الانستغرام عالم نادي ام اسيل، كنجاوب على جميع التعليقات وكنجاوب على جميع الرسائل. ومرحبا والف مرحبا، وعواش لكم مباركه ويدخل لكم بالصحه والسلامه، ومع السلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده وتحت طلب ديالكم، ومع السلامه.